كوالكوم هتعمل موبايل. هي ناقصه يا عم، هي المشرحه ناقصه وتله؟ ده احنا حافظين الموبايلات اللي موجوده في سوق بالعافيه. سامسونج، واوي، اوبو، شاومي، في ايه ده، فيفو، وبعدين تيجي تقولوا لنا كوالكوم؟ اللي ايه بقى كوالكوم دي يا اخويا؟ هقول لك يا سيدي، كوالكوم دي فاكرين كده لما تيجي سامسونج بتنزل موبايلات الفلاج شيب بتاعتها كان دايما كده بيحصل لها من التفرقه العنصريه، تيجي تلاقيها في الميدل ايست واوروبا منزلين بالتشيبس بتاعتهم الاكسنوس، ويقول لك امريكا نازله بالسناب دراجون، ودايما كده تلاقي كده في مقارنات بين نفس الموبايل بس السناب دراجون والاكسنوس، وعاده دايما السناب دراجون في الاداء بيتفوق على الاكسنوس. ايوه بس كده معايا، كوالكوم هي بقى اللي بتعمل هذا السناب دراجون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما قلنا في المقدمه كده ان كوالكوم قررت تصنع موبايل. قبل ما نتكلم على هذا الموبايل ما تنساش اللايك العظيم يليه سبسكرايب متين، وبعد كده فلتفعل زر الجرس كي يأتيك منا كل جديد، وما تنساش تنزل تحت الديسكريبشن هتلاقي السوشيال ميديا بتاعتنا، خش اعملها فولو وبس كده. خلونا نبدأ الهبل. الخميس الماضي كوالكوم تقريبا صحت من النوم كده وقالت لي يا جدعان انا هفضل طول عمري كده نعمل التشيب سيت للمباريات الفلاج شيب وخلاص، هيفضل كده خير الغيري؟ لا، جوحه اولى بلحم طور يا ريس، هي الشركات دي احسن مني فيها مؤاخذه، انا هنتج موبايل خاص بيا. لكن كوالكوم قعدت تفكر تقريبا بينها وبين نفسها، قالت لا يا عم الموضوع ده برضو كبير عليا شويه، انا ماليش قوي في القصه دي، انا هيدخل معايا شريك. والمهم كوالكوم قعدت تلف في السوق، تعالى هنا يا عم، تعالى هنا يا كابتش، وقعدت تلف وتلف الى ان وجدت ضالتها في شركه اسوس. راحت كوالكوم، راحت لاسوس، يا بنت اسوس تعالي هنا، ايه رايك تخش معايا في النحتايه دي؟ ايه رايك؟ قامت اسوس ما كدبتش، خاطر داخل معاك يا ريس، انا معاك في الليله دي. ومن هنا قررت كوالكوم انها تتفق مع شركه اسوس وينتجوا اول موبايل لشركه كوالكوم. ولكن كوالكوم قررت كده هتنزل بتقلها، مفيش بقى هو موبايل انا هنزله هيبقى احسن حاجه من كل حاجه يا معلم. وقامت كوالكوم نازله سوق الهاردوير ونزلت لفت على المحلات اللي هناك، ها يا سامسونج ايه احسن شاشه عندك؟ شيل يا ريس، هاخد انا من الشاشه دي. ها ايه احسن طبقه حمايه هنا عندكم؟ ما الجوريلا جلاس فيكتوس، هات يا عم الفيكتوس ده ما يدورش. ها ايه افضل سنسور كاميرات؟ السوني، هات يا عم السوني، هات احسن سنسور عندك للكاميرات. وهكذا فضلت ايه دايست وقالت انا هشيل بقى ايه احلى حاجه من كل حاجه واحطها عندي في الموبايل بتاعي. لذا دعونا كده في عجاله نتعرف على مواصفات هذا الجهاز اللي هينزل غالبا في شهر 8 القادم. ليتس جو. الهاتف غالبا هيبقى اسمه سناب دراجون، والسعر هيكون حسب التصريحات كده 1500 دولار. لكن لا تنزعج يا صديقي لما تعرف العلبه بتاعت الكوالكوم سناب دراجون ده فيها ايه، هتقول لا يا دوب قوي ب 1500 دولار. علبه الكوالكوم يا سيد الفاضل هتيجي سماعه اذن، وايرلس، شاحن سريع 65 واط بالكيبل بتاعه، وكفر للموبايل. خلونا نخش في المواصفات. واحد، الشاشه هتيجي من سامسونج اموليد 6.78 انش بتردد 144 هرتز عشان الجيمرز وكده هيبسطوا، وبسطوع بيوصل ل 1200 نتس، وبتدعم ال HDR 10 بلس مع احدث طبقه حمايه اللي هي جوريلا جلاس فيكتوس اللي هي اوريدي نازله مع موبايلات سامسونج الجديده سواء النوت 20 او الاس 20. اثنين، الشيبسيت، الاقاويل بتقول انها تيجي عادي بالسناب دراجون الثلاث ثمانيات، في احتماليه ضئيله انها تيجي بالثلاث ثمانيات بلس، لكن الارجح انها تيجي بالثلاث ثمانيات العاديه. ثلاثه، الكاميرات، الموبايل هيجي بثلاث كاميرات خلفيه مع مستشعر سوني الاي ام اكس 686، كاميرا اساسيه وايد انجل 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8،
وعدسة الترا وايد 12 ميجا بكسل وعدسة تيلي فوتو 8 ميجا بكسل وبيقدر يصور 8K لحد 30 فريم بير سكند. اما الكاميرا السيلفي فبتيجي 24 ميجا بكسل وبتقدر تصور 4K لحد 30 فريم بير سكند. 4 ستورج، الموبايل بيقول هيجي بستورج واحد بس اللي هو 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام. لابتوب يا ريس مش موبايل. واخيرا الباتر، وهنا لنا عتاب على كوالكوم، البطاريه جايه ب 4000 ملي امبير. ما اعرفش ايه سبب التوفير في البطاريه، لكن قد يكون لهم وجهه نظر في هذا الامر. وبتدعم الشحن السريع 65 واط. الكلام اللي بيتقال انه هينزل في شهر 8، لكن هينزل في بلدان معينه في بدء الامر، امريكا، بريطانيا، اليابان، وكوريا الجنوبيه، وبعد كده هينزل في الهند، وبعد كده هينزل بقى على بقيه انحاء العالم. ولكن يبقى السؤال بقى، هل كوالكوم فعلا ممكن يجي لها زبون؟ يعني هل في حد ممكن يضحي بان هو كان بقاله فتره مع سامسونج او اوبو او شاومي او واتيفر الشركه اللي هو كان فيها، ويضحي وان هو ينقل ويجرب الموبايل بتاع شركة كوالكوم؟ ده السؤال الذي سوف تجيب عنه الايام. بس كده يا ريس، وبكده تكون انتهت تلك الهبدة التكنولوجية. وما تنساش في اخر تلك الهبدة تعمل اللايك وتعمل السبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن بيل، وتنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي السوشيال ميدياز تبقى تشترك فيها. وبس كده، ونراكم في هبدات تكنولوجية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.